السلام عليكم. للمرة الثانية في 24 ساعة صاروخ يدق القوات الأمريكية في حقل نفط شرقي سوريا. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. شن مجهولون هجوما صاروخيا على القوات الأمريكية المتمركزة في إحدى حقول النفط شرقي سوريا. وقال مراسل سبوتنيك في دير الزور أن حقل العمر النفطي الذي تتخذه القوات الأمريكية قاعدة لا شرعية لها تعرض إلى قصف مجهول المصدر بعد منتصف الليل الخميس، وأضاف أن مجهولين استهدفوا القاعدة بعدد من الصواريخ وسقطت جميعها في القاعدة. تنشط القوات الأمريكية داخل الحقل وسط استنفار من قبل قوات الاحتلال الأمريكي في المنطقة. وأفادت مصادر محلية لمراسل سبوتنيك سماع دوي سلسلة من الانفجارات تليها تصاعد الدخان في قلب قاعدة حقل العمر النفطي دون القدرة على التأكد من وجود إصابات في صفوف الجنود الأمريكيين المقيمين في الحقل. وفور الهجوم قامت قوات الاحتلال الأمريكي بتسيير طيران حربي واستطلاعي في سماء المنطقة، وانتشرت عناصر الحماية الموالية لها من ميليشيات قصد في محيط القاعدة تحسبا لهجمات أخرى. وبالرغم من الإجراءات المتشددة التي اتخذتها قوات الاحتلال الأمريكي في الآونة الأخيرة لحماية الحقل، إلا أن الصواريخ ما زالت تمطر هذه القاعدة الأمريكية. إذ قام الجيش الأمريكي خلال الفترة الأخيرة بزيادة عناصر حماية قواته عبر تكثيف المحارس التي يشغلها مسلحو قصد، إضافة إلى التدقيق على العناصر العاملين في الحقل ومتابعة تحركاتهم، كما قامت بتسيير مناطق حرارية فوق الحقل لمتابعة ورصد كافة التحركات الغربية في المحيط. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.